بقول لك ايه يا فاروق؟ بصراحة أنا مش مرتاحة في الأوضة بتاعتي، ريحها مش حلو كده والشمس ما بتدخلهاش. ليه يا طنط؟ مع إن أوض البيت كلها يعني ما شاء الله بتدخلها الشمس، افتحي أنت بس الشباك وهتلاقي الشمس مالية الأوضة. شوف الأوضة اللي تريحك يا خالتي، ومن بكرة تنقلي فيها وأنا هخليهم يغيروا العفش. اللي تشوفه، المهم أبقى جنبك بدل الأوضة المحذوفة اللي أنا قاعدة فيها دي. طب وإحنا هنحتار ليه؟ تعالي اقعدي في الأوضة اللي جنبي على طول. هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ دي أوضة ياسين. بالراحة بس أنت بقى. ما تتحميش قوي كده. ده حتى ياسين نفسه ما كانش بيقعد فيها من ساعة ما اتجوز. بعدين ما تأخذنيش. أصل هو ده الوحيد اللي ضامنين إنه مش هيرجع تاني. ما أنت قاعدة يا جمالات، كملي أكلك. من بكرة تنقلي فيها. فاروق، هي داليا حامل؟ انت عرفت منين؟ ليه، هو سر يعني ولا ايه؟ لا مش حكاية سر، بس احنا لسه عارفين من يومين وما قلناش لحد. ده حتى امها ما تعرفش. مبروك. الله يبارك فيكي. طب وانت ايه بقى، مش ناوية؟ يعني مش كفاية لداليا هتجيبهولك؟ لا مش كفاية. انا لو عليا عايز اجيب 10 عيال يبقوا عزوة في ظهري، والأهم من ده كله إن أنا عايز أخلف منك إنتي. عشان كده بقى مختفي من امبارح؟ كنت بحاول أقلبها في دماغي يا سامي. وصلت لإيه بقى بعد ما قلبتها؟ بصراحة وصلت إن كلامهم كلهم صح. قصدك كلامها مش كلامهم. سامية، أنت شايف إن أنا أعمل إيه طيب؟ أنا لو عليا أنا أكتر حد في الدنيا بيخاف عليك وعايز مصلحتك. لو هتبقى مرتاح لما تسافر وتهرب وتسيب البلد، أنت حر، محدش يقدر يغلطك الصراحة. لكن لو لسه في أمل إن أنت تثبت براءتك وتفضل هنا وسط اللي بيحبوك وبتحبهم، تعالى نحاول تاني. اللي بيحبوني؟ اللي بيحبوني كلهم راحوا مع فاروق يا سامية. حتى جمالات راحت قعدت معاهم. خلاص ما فضلش غير بنتي، وجودي معاها بقى خطر عليها بصراحه. ده انت شايف لان هما دول بس اللي بيحبوك؟ دي مرات فاروق. الو. ايوه يا حبيبتي طبعا. قوي قوي اجيلك طبعا. تجي لها فين؟ ما ينفعش. ماشي، اشوفك على خير. سلام. تجي لها فين يا سامي؟ خلينا نجرب تاني. مش يمكن لما تكلم جمالات تنسى موضوع السفر ده خالص؟ يا سامية ما ينفعش، ما ينفعش تروح هناك تاني خلاص، أنا خايف عليكي. متقلقش عليا يا دكتور. تلت ساعة بقى وتغسلي وشك وادعي لي على النضارة والخدود المورّدة. أما نشوف. ماشي، أروح الحمام بقى أغسل إيدي ونرجع نكمل. ها؟ طيب. بقول لك يا عسل، ما تعرفيش فين أوضة الست جمالات؟ أنا أسفة على السؤال بس ليه؟ أصل الست داليا كانت بعتها لها الكريم ده تجربه. طيب هي تاني أوضة على الشمال. تسلميلي. سامية تبقى مسك. بتعمل إيه هنا؟ كلمي ياسين بسرعة. بقالي كتير قوي ما شمتش ريحة خبيث في البيت. ما هو أنا رايحة المقابر الصبح أنا ورؤية، فقلت أعمل شوية قرص نوزعهم رحمة ونور. ما قلتليش يعني رؤية إنك رايحة المقابر. وهي برضه محتاجة قوالة يا فاروق، أنت عمرك ما هتمنعها تزور عظم أبوها في التربة ولا إيه يا حبيبي؟ إيه الطبق ده؟ جايبة لنا قرص من بتاعة القرافة؟ لا يا خالتي، ده شوية كحك وبسكوت اسم الله على مقامك.
قلت يعني ما دام خبست اعمل لك حاجه حلوه تاكليها. تسلم ايدك يا جمالات. ما تناوليني حاجه من اللي لسه مخبوزه دي. الله. اتفضل يا فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. طب والله كان وحشني اكلك يا جمالات. الف هنا وشفا يا اخوي. طب هقوم انا بقى اعمل لكم شاي عشان تشربوا مع الكحك. اللهم صل على النبي. مروقين علينا انتوا النهارده. مش عايزه تدوي يا خالتي؟ يلا خف عجلك. عارف مكان الطرب ولا هوصف لك؟ عارفها يا ست جماليه. طب يلا. بقول لك ايه، ما دام نزلنا بقى بالمره واحنا مروحين الله يكرمك نعدي على المقابر اللي فيها امي اقرا لها الفاتحه. تحت امرك يا ست جمالية. الله يكرمك. بقول لك ايه، خد القرص اللي ورا شنطه العربيه دي وزعها على الناس وراضي الكل. لا لا والنبي عافينا يا ست جمالات، فاروق منبه عليا ما سبتوش لوحدكم. ليه هو في ايه ده؟ احنا دقيقتين بس هنقرا الفاتحه لامي وهنيجي على طول. يلا ينوبك ثواب الله يكرمك. طب والنبي ما تتاخري. حاضر. انزل معايا. حبيبي انت كمان وحشتيني قوي. وحشتكيش ولا ايه؟ لا وحشتها بس هي مخضوضه. مش وقت يا جدعان يا دكتور ياسين، احنا لازم نابق من هنا قبل ما يطبوا علينا اولاد الحرام. يلا يلا يا دكتور.